أمارس الرياضة باستمرار، الأكل الصحي، عم نخفف من الزيوت والأشياء هاي كلها. الواحد يحاول إنه يهدي نفسه بهالعمر هذا ويبعد عن المشاكل. من بعد الكورونا اللي غلتت على كل العالم، اليوم صار الواحد يعمل حساب كتير للوقاية، ليدير باله لكل إشي. فطبعا بنصح الكل دايما فحوصات دايمة والتوجه للدكاترة، طبعا للطبيب، كل واحد عنده طبيب الشخصي يتوجه له يعمل فحوصات دايما. من بعد الكورونا عم نواجه كتير مشاكل. بشكل عام احنا عندنا خطة صحية طول السنين مع اولادي ونظام ماشيين عليه. هلا بهذا الوقت بالكورونا واللي عم بيصير، عم نعتني مثلا بصحتنا من ناحية هلا الغذائية، لانه بعتبر احنا تعدينا مرحلة الكورونا ككمامات كوقاية صحية. عشان تحسن لازم تحسن جسمك من الداخل، كغذائك، كفيتامينز، كأكل صحي.